لا إله إلا الله كلمة الحق حملها حبيب الحق، خير من عبد الحق ومن عرف الحق، وأكرم من ائتمن على أمانة الحق للخلق. ذاكم نبيكم، ذاكم هاديكم، ذاكم داعيكم، ذاكم مراعيكم، ذاكم الرحيم بكم، ذاكم الشفيق بكم، ذاكم الحريص عليكم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. والذي يقول لقد جاءكم مولاكم إلهكم خالقكم يقول لقد جاءكم، يحرك عواطفكم ومشاعركم وأحاسيسكم، يقول حبيبي جاءكم، مختاري جاءكم، صفوتي جاءكم، من اجتبيته من جميع الكائنات جاءكم. كيف لا تطربون؟ كيف لا تفرحون؟ كيف لا تحبون؟ لقد جاءكم رسول، وإنه بعزته تعالى وجلاله تكرم وتفضل أن أبرزه في قالب البشرية والإنسانية، وهو المميز عن الناس وعن الملائكة وعن الجان وعن جميع الكائنات، فليس له مثال في الأرض، وليس له مثال في السماء، وليس له مثال في الآخرة، وليس له مثال في الدنيا. بعزة ربكم، من الذي يقول أنا لها؟ في المجمع الذي تحضرونه ونحضره يا ربنا، في ذاك المجمع جعلنا قريبا منه، فقد جمعتنا في الدنيا على حبه، وأتيت بنا من بلاد شتى وقبائل شتى، ومن حارات ومن مهارات ومن مظاهر ومن قرى ومن مدن، وأنشدنا بحبك وحبه وذكرك وذكره، ففي يوم الجمع جعلنا في زمرته. يا الله، هذا من خير ما تسألونه من ربكم جل جلاله. هو القائل في ذاكم اليوم أنا لها. فإن كان الذين سبقت لهم من الله الحسنى تقول لهم الملائكة هذا يومكم، فكلهم والله خلفه ووراءه وتحت لوائه وفي دائرته. اسمعوا إلى قول صاحب الرسالة يصف خبرا عن المستقبل الخطير المقبل علينا الأعظم الأكبر، مستقبل الحكم الرباني لمن لا معقب لحكمه. يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ولواء الحمد بيدي يوم القيامة آدم، فمن دونه تحت لوائي. يا من جمعتنا تحت لواء محبته ومدحه والإيمان به وتصديقه، اجعلنا تحت لواء الحمد مجتمعين، وقولوا كلكم للرب آمين. يسمعكم ويجيبكم أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يا رب العالمين، اجعلنا جميعا مجتمعين تحت لواء نبيك الأمين. آمين. وإذا اجتمعنا تحت ذاك اللواء، فوجه آدم أمامنا، ووجه إدريس أمامنا، ووجه إبراهيم أمامنا، ووجه إسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وهارون وصالح وهود وعيسى والنبيون جميعا والصديقون جميعا والشهداء جميعا والصالحون جميعا تحت راية رأسهم جميعا وإمامهم جميعا ومقدمهم جميعا. إنه محمد اسمه على العرش مكتوب،
فليكن في قلبك مكتوب. فإذا انكتب اسمه مع اسم الله في قلبك فقد شابه قلبك العرش واتصل برب العرش. لكن من محي هذا الاسم من قلبه فما أشد كربه يوم القيامة، ما أشد كربه من عند الموت إلى الأبد. لكن من نقش هذا الاسم مع اسم الله في قلبه فحاله كما قال سيدنا بلال عند موته وزوجته قالت وكرباه، قال هو لا بل وطرباه وطرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبا وطرباه. وكل واحد من الناس عند الموت بين وكرباه أو وطرباه، إما هنا وإما هنا. ومن لم ينتقش في قلبه اسمه محمد فلا طرب له، لأنه طريب في الدنيا بغير ما أحب الله أن يطرب به من مال أو جاه أو مظهر أو سلطة أو غير ذلك، ولم يطرب بما أمره الله أن يطرب به. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أحمد الله الذي جمعكم تحت لواء محبته، جمعتنا هذه المحبة فمزقت الحواجز والحواجب وهي جديرة بذلك إذا تمكنت من القلوب. وإنما أقام الشيطان الحواجز بين المسلمين والمؤمنين وبين أهل لا إله إلا الله بواسطة الأهواء وبواسطة النفوس الأمارة وبواسطة التولع بالشهوات وبواسطة المطامع الحقيرة المنقضية. ومن صفى قلبه بحب ربه ورسوله فليس بينه وبين المؤمنين حواجز تحجزه عن مودتهم في الله وولائهم في الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إنما المؤمنون إخوة، إنما وليكم الله ورسوله، والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. في الأرض دعوات كثيرة وأنظمة كثيرة وآراء كثيرة تدعونا لأن نتنازع وأن نتخاصم وأن نتباغض وأن نتباعد، وكلها مرجعها إلى الانقطاع عن الله إلى عدو الله. لكن هذه دعوة الله ورسوله. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، وكونوا عباد الله إخوانا. المؤمن كالمؤمن للمؤمن كالبنيان أو كالبنان يشد بعضه بعضا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. آمنا بذلك يا رب فحققنا بالإيمان وأذقنا إياه، واجعل دعوتك هذه ودعوة رسولك تنمحي بها ظلمات الداعين إلى التفريق من قريب ومن بعيد. وكل من شارك وساهم بالتعبير عن فرحه بالأسلوب الذي هو فيه اجعل له نورا في قلبه يسطع في بيته وأهل بيته وفي أصحابه وأصدقائه وفي قريته وفي حارته وفي جلساء من نور الصدق معك والمحبة لك ولرسولك. ونسألك محبة عندك وعند رسولك. اللهم صل عليه صلاة نكون بها محبوبين لك ومحبوبين له. آمين يا الله في لطف وعافية. وأسعد نفسك بنداء ربك، قل لربك آمين فمعناها استجب يا الله، وهي لفظ عظيم. حتى أن من وقر في قلبه الحقد والحسد من اليهود والنصارى ولم يؤمن بالنبي محمد حسدونا على هذه الكلمة آمين. فنقول لربنا يا ربي نزه هذه القلوب عن الشوائب واشحنها بحبك وحب رسولك، وأحينا على ذلك وأمتنا على ذلك، وجعلنا لك وله محبوبين في عافية. قولوا آمين 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 يا رب العالمين. إنه لقاء تحت لواء سيدنا محمد
ورايه سيدنا محمد جمعتنا على ذلك الصفاء. لا نريد من وراء هذا اللقاء صوتا في انتخابات ولا كرسيا من كراسي أهل الأرض ولا شيئا من المال ولا غيره. يا رب اقبل الجمع واجعله خالصا لوجهك. يا رب نريد من وراء الجمع جمعا تحت لواء الحمد. يا رب نريد من وراء الجمع جمعا على الحوض المورود وشربا منه شرابا لا نظما بعده أبدا. يا بر يا ودود يا رب نريد من وراء الجمع جمعا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. يا رب نريد من وراء الجمع مرورا على الصراط واجتماعا في الجنة من غير سابقة عذاب ولا عتاب، فحقق لنا ذلك يا ربنا. قولوا آمين. قلتم آمين لمن؟ لمن؟ إخواني لمن؟ أنتم تخاطبون من؟ تكلمون من؟ تناجون من؟ ما هذا الشرف؟ ما هذه العزة؟ مثلي ومثلكم يخاطب العلي الأعلى، يخاطب الكبير الأعظم، لكنه أذن، لكنه رضي، لكنه فتح الباب. تشرف، تطيب، تعطر، تكرم، خاطبه، قل يا الله، قل يا الله. ملايين في الأرض في ذي الساعة، هذا يقول يا نفسي، وذا يقول يا هواي، وذا يقول يا شهوتي، وذا يقول يا صديقي، وذا يقول يا رئيسي، وذا يقول يا مديري، وذا يقول يا مالي، وأنت تقول إيش؟ أنت تقول إيش؟ من اللي أعطاك هذا؟ هو الله أكرمك بهذا، فلك الحمد يا الله، لك الشكر يا الله، فأتمم علينا النعمة يا الله. سأل مرة بعض الصحابة يمشي مع نبيكم، قالوا أسألك تمام النعمة. التفت إلى النبي قال أتدري ما تمام النعمة؟ قال يا رسول الله ما تمام النعمة؟ قال دخول الجنة. يعني تلقاني هناك في ذاك حيث لا فراق. الله يكرمنا، الله يكرمنا. قل يا الله آمين، قل يا الله آمين. مدنا وقرانا هذه احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين. لا تأذن فيها بظهور الشر ولا الضرر ولا الاعتداءات ولا البلايا. قولوا لسامع الدعاء آمين. يا ربي وبقية اليمن وبقية الشام عجل بتفريج كروبه، ادفع الخطوب عنهم. إلهنا لا نرى أقوى من سؤال الأقوى، ولا نرى أعظم من سؤال الأعظم. فإن كان هناك سبب هنا أو هناك، فإنا نعتقد بما أوحيت إلى نبيك أن هذا أقوى الأسباب في التأثير على ما يدور في الكون. سؤال المكون واللجأ إليه واللياذ به والتذلل بين يديه. يا رب الجمع الإنس والجن والملائكة نتوجه إليك، ويقول الجمع كله يا الله يا الله، عجل بتفريج الكروب، عجل بدفع الخطوب، عجل بكشف البلاء، عجل بكشف الضر. أمن يجيب المضطر إذا دعا؟ أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. يا الله اكشف ضرنا، يا الله ادفع السوء عنا، يا الله حول أحوال المسلمين إلى أحسن حال. لن صرف أحد من صغارنا ولا كبارنا إلا مربوطا بنبيك ربطا لا ينحل أبدا. آمين آمين. أتجمعنا وإياهم هنا ثم تفرقنا غدا؟
لا نظن بك ذلك. يا من لا يخيب رجاء الراجين، ويا من أعطانا الظن الجميل به، اجمعنا هناك فيا ربي، واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضعي، فيا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضعي، فيا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضعي، فضلا وإحسانا ومنا منك يا ذا الفضل والجود الأتم الأوسع. سيدنا مولانا، خرج أبناء وبنات الأنصار يدورون في شوارع المدينة ينشدون في المختار ويقولون: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. ومروا بالشارع الذي هو فيه ورآهم، ووقف ينظر إليهم ويسمعهم، ثم قال: أتحبونني؟ قال: إيه والله يا رسول الله إنا لنحبك. قال: الله يعلم أن قلبي يحبكم. فحصلوا شهادة المحبوبية بما ضربوا من طيران وما أنشدوا من أشعار في مدح خير البرية. إلهي وإن ضعفنا عن الصدق الذي كانوا عليه، وإن نقصنا عن القوة التي كانوا عليها، لكننا في هذا الزمن إلى من نرفع أحوالنا وشؤوننا؟ ورعايتك بذا الحبيب لا تختص بزمن دون زمن، فنرفع إليك ما دار من الكل، فاجعله في حضرة القبول، في حظيرة الوصول، مقبولا عندك وعند الرسول، ندرك به محبوبية منك ومنه، يا بر يا وصول يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. إن لم تجب من ندعو لأنفسنا ولأهل زماننا؟ من ندعو لإخواننا ولأصحابنا؟ من ندعو لمن يعيش في الأم من الأمة معنا؟ ندعوك لا ندعو سواك إلهنا، فاستجب دعانا يا أول الأولين، ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. اجعلنا عندك وعند رسولك محبوبين، وكل قلب اكتب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، واجعل الاسمين الكريمين يلمعان في قلوبنا، ويزدادان معانا وضياء ونورا في كل نفس وفي كل لحظة، حتى ندرك عند الموت واطربوه، ونحظى في البرزخ والقيام بلقياه ورؤياه، والمضي معه إلى جنتك يا الله. آمين. وقولوا يا الله آمين. أترون رب العرش يخيب؟ أترون رب العرش يرد؟ أترون رب العرش يبخل؟ أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وأنا معه حين يذكرني، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هو خير من ملأه. نحن نذكره هنا في رحاب الأرض، وهو يذكرنا عند الملأ الأعلى. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. اللهم أتمم علينا النعمة، والذي في ديارهم أوصل إليهم من النعمة، والذين في أصلابهم أوصل إليهم من النعمة، والذين لهم بهم جوار أوصل إليهم من النعمة. يا الله، نواب عن حاراتهم وعن قراهم وعن مدنهم، ثم عن بقية الأمة، فاقبل يا خير قابل، وأنلنا غايات المآمل. أنت الذي إذا رفع الكف إليك استحييت أن تردها صفرا، وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك، إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة،
فبحر جودك يروي كل من يريد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة يا ربي لا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نسألك لنا ولهم الأمة من خير ما سألك من عبدك نبيك سيدنا محمد ونعوذ بك ما استعاذك منه عبدك نبيك سيدنا محمد وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.